هل أن كرة القدم هي دراما بشرية أم مجرد لعبة رياضية لا أكثر ولا أقل؟ كيف ننظر لها ثقافيا وفلسفيا وفكريا؟ ما علاقتها بالحرب، بالحب، بالسياسة، بالثقافة، بالحضارة؟ وهل أن إعجابنا بكرة القدم مصدره الرئيسي إحساسنا بأن الحياة نفسها مجرد لعبة؟ أهلا بكم أصدقائي، والجزء الثاني من حلقة كرة القدم أطرح فيها أفكار فلسفية فكرية جديدة إلى حد كبير كما أعتقد طبعا. السلام عليكم أصدقائي. ما هي لعبة كرة القدم؟ باختصار هي لعبة يوجد فيها فريقان يتحاربان فيما بينهما، جماعتان بمعنى المعاني، هم جماعتان مجموعة من اللاعبين، واجب كل جماعة أن تتضامن فيما بينها من أجل هزيمة الجماعة الأخرى. هذه هي اللعبة. النزاع يتم ليس وجها لوجه، وليس عن طريق المصارعة ولا الحرب المباشرة بالسلاح الأبيض أو بغير الأبيض، إنما عن طريق كرة صغيرة يتداولها الجميع، والماهر في التعامل معها هو الذي يحقق الفوز الكبير. هذه هي قصة اللعبة بأكمل. من يفوز طبعا لن يربح شيئا بالمناسبة، يعني مبدئيا في البداية أو بشكل عام أن من يفوز بهذه اللعبة سيفوز بالسمعة الحسنة بأنه استطاع أن يقهر خصمه، وهذا هو فوزه الأكبر، بغض النظر عن أنه هنالك عوائد مادية مع تطور اللعبة، ولكن الموضوع هو بهذه الصورة. رأيي بأن إحساسنا بالمتعة من مشاهدة كرة القدم هو مصدر إحساسنا بأن الحياة هي مجرد لعبة. هذا التناظر بين لعبة كرة القدم بشكلها العام الذي هو عبارة عن صراع بين مجموعتين، هو بشكل من الأشكال هو إعادة تمثيل لواقع الحياة بأكمله واللي باعتبارها مجرد لعبة. إحنا لو عرفنا مثلا بأنه لا يمكن للحضارة أن تقوم بغياب روحية الابتكار، ودائما الابتكار له علاقة بفكرة اللعب أو مفهوم اللعب بشكل عام، الأفراد المجتمع الذين لا يجيدون اللعب لا يجيدون، ليست لديهم ألعاب كثيرة، هذا المجتمع مصيره الانقراض، بالتالي لا يمكن أن نتخيل وجود مجتمع لا يلعب. اللعب يفجر طاقات الإنسان، وبالتالي يستطيع من خلالها أن يبتكر ما لم يكن يتوقعه. لعبة كرة القدم مشابهة للحال نفسه، فهي لا تستطيع التوقع ماذا سيحصل، وربما حتى اللاعب نفسه أو الشخص المشارك في هذه المباراة سيقوم بحركات رائعة ولم يتوقعها هو نفسه. كثيرا ما نشاهد أحيانا، نشوف زيدان مثلا هو كمدرب ولاعب من الكبار عباقرة اللعبة، لكنه أحيانا من يشوف لاعبين مالته يقومون بحركات وفعاليات كبيرة ومهمة، رونالدو يلمس رأس الأصلع ويسوي حركات هيك، يعني هو متفاجئ. فتخيلوا هذا اللعب روحي، هذا اللي يعبر عن جمالية اللعب أو اللعبة بشكل عام، وهذا أيضا نفسه تعبر عن الحياة بأكملها اللي هي تمثيل، يعني تمثل ربرزت للحياة بأكملها لعبة كرة القدم، وهذا سر الإعجاب بها. أنا أرى بأنه اللعب هو شيء جوهري في الحياة، لا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن كما قلت أنه مجتمع أن ينهض بدون أن تكون لديه روحية هذا اللعب. عندما نرجع للماضي نكتشف معظم الاكتشافات العبقرية المهمة تم اكتشافها عن طريق اللعب واللهو، يعني قضاء الوقت. الكتابة مثلا جرى اكتشافها كما أتوقع أو حسب معلوماتي الأولية أنها جرى اكتشافها عن طريق اللعب، مجرد خرابيش والرسم، الفن، حتى الزراعة، عملية زرع البذور هي عن طريقة لعب، أنه يحفرون أشياء ويسبنونها ويرفعونها ويشاهدون أشياء، يمارسون عملية اللعب مع هذه النباتات، وأيضا يمارسون عملية اللعب مع الحيوانات، ومن خلالها جرى تدجين الحيوانات. مجرد فكرة أنه هذا حيوان أحجزه عندي في مكان معين، ومع الوقت هاي فكرة جيدة، يعني هي مجرد كان يلهو أو يعبث مع هذا الحيوان، ومجموعة من الناس يعبثون مجموعة من الحيوانات يحجزوها في مكان. ربما يعني الأفكار هكذا تحدث وهكذا تتطور الأمور. الفأس مثلا، ممكن الحفر بالفأس، معظم الآلات هكذا حدثت، يعني لم يتم ابتكارها بهدف أن تكون أداة للاستعمال، إنما كانت للهو ولتقضية الوقت. الجماعة البشرية أيضا بشكل عام لم تجتمع فيما بينها إلا لأنها لديها لعبة مشتركة
تقوم بها. قد تكون اللعبة يعني حقيقية، مثلا صيد شيء ما، يخرجون في عملية صيد، هي أشبه باللعبة ويتشاركون في هذه العملية. صحيح هم لها فوائد، لكنها بطريقة أو بأخرى هم يجب أن يتقنوا هذه اللعبة ويجب أن تكون منظمة. إذا رجعنا احنا شخصيا، كل واحد معد يعني كل شخص يستمع إليه الآن عندما يستعيد ذاكرته يتذكر اللحظة الأولى اللي بها بدأ بالعمل، مثلا يتذكر أن هذا العمل الذي بدأه هو كان في لحظة من اللحظات مجرد هواية، مجرد متعة. يعني أنا مثلا ما كنت أقرأ بهدف المتعة، ولم أفكر في يوم أيام أن تكون لي قضية أساسية القراءة والكتابة. هي ما زالت هي متعة، نفس المتعة ما زالت موجودة، ومتعة القراءة والكتابة والتفكير في القضايا العميقة والفلسفية والفكرية والثقافية بشكل عام، هذا متعتي يعني. لكن ما زالت لحد الآن، لكن الآن أكثر تخصصا وأكثر جدية. وعندما أستعيد ذاكرتي أنا أتذكر بأنه ما زلت حتى وقت ليس ببعيد كانت مجرد هواية ومتعة، وأعتبرها مثل اللعبة، استمتع باكتشاف الأشياء، أنه أمارس ألعاب معينة. ففكرة اللعبة هي من هذا النوع. كلها هنا أيضا عندما كل واحد عندما أنت يذكر اللحظات الأولى اللي كانت مجرد هواية، ومع الوقت اكتشف بأنها ممكن تتحول إلى مهنة مربحة ومصدر رزق أيضا. هذا يخلينا نعرف بأن أي لعبة كانت هي جزء رئيسي من الحضارة. راح أتحدث عن هذا الموضوع، أنا ليس جزء رئيسي إنما جوهر كل حضارة وكل ثقافة. المهم مهما أو تحدثنا عن سحر كرة القدم، استغربنا اهتمام بهذه اللعبة، القضية هي أنه متعة الكرة أنه أنت الذي تطفي عليها المعنى، الجمهور هو يطفي عليها المعنى وهو يعرف المعنى المتضمن في هذه اللعبة، أنه نحن نستثار مع هذه اللعبة لأننا نفهم أو نضفي معنى خاص من عندنا عليها. البعض يعتبر اللعبة بالنسبة لي جزء من عندك، أكون بعض بعض المشجعين يعتبر، ما يقول لك أنا اليوم راح يلعب فريقي مع الفريق الآخر أو فريق البلد، ما لا فريقي، فريقنا، فريقي أنا يعني فريقنا اليوم، ها ما راح يقول إحنا راح نلعب اليوم مع مثلا السعودية، أو إحنا راح نلعب اليوم مع تركيا. هو يتحدث مثلا عندما يتحدث المعجبين ميسي أو رونالدو يقول لك اليوم راح نلعب ويا ريال مدريد، وهذاك يقول لك لا إحنا راح نلعب ويا برشلونة اليوم، ذاك يقول لك لا أنا الشاق محمد صاحب قلت احنا اليوم راح نلعب ويا مانشستر سيتي على سبيل المثال. هو يتحدث كأنما هو اللاعب رقم 12، تخيلوا المفارقة. وهذا المسألة هو يعني ضمن يعني يعتبر هو واحد من أجل. واللاعبين أيضا يشعرون بوجود مشجعين لهم، لأنه هم يبحثون عن تميز وعن أنه يقدمون صورة متوحدة مع الجمهور. شوف اللاعب عندما يفوز يركض إلى الجمهور ويحيي ويهتف ويشعر بأنه واحد من أجلهم. هذا الإحساس بالانتماء وهو جزء من انتماء الإنسان للجماعة وللدين وللقطيع البشري بشكل عام، هي جزء من العملية بأكملها. كل إنسان يشعر بأنه هو جزء من الحالة العامة البشرية العامة، وعليه أن يثبت وجوده داخلهم، وهذا الوجود هم يمنحوه له وهو يمنحهم كل ما يضحي من أجلهم، وهذا يعتبر مصدر فخر له، لأنه هو كل ما كان متميز فيما بينه كل ما كان كما ازداد المعنى زاء نفسه وزادت قيمته، ولأنه هو زاء نفسه لا شيء. إنسان عندما لو يعيش لوحده ما أعتقد لا يمكن الإنسان أن يعيش لوحده، ولا يستطيع أن إلا أن يفكر بوجود الآخرين، ولا بد أن يفكر بأن الآخرين هو معيار لأي موقف يتخذه. فأنا عندما أفكر أن هذا صحيح أو خطأ كيف أقيم الصح من الخطأ؟ عن طريق جعل الآخرين معيار لي الآخر، سواء كان عن طريق النص الأدبي أو النص الفكري أو اللغة، لكن هي بالنهاية كلها يعني تراث بشري وثقافة بشرية عامة أنا أستنجد بها وأعتبرها مصدر من مصادري، لكنها بحقيقة هي جزء من تكاملي مع الطرف الآخر وجزء من انتمائي، يعني هو وجهي الجماعي الآخر. أنه كل إنسان كما أقول دائما وجهان له عملة واحدة، وجه الفردي وجه الجماعة، ووجه الجماعة هو أيضا طاغي على الوجه الفردي بشكل أو بآخر. عودة إلى رجل الدين اللي قال هذا الشيء، هذا رجل الدين نفسه هو، لأنه لا يعطي المعنى نفسه هو لو تأمل في دعواه ودعواته الدينية لوجد أن هناك أناس يذهبون يقطعون ملايين كيلومترات آلاف الكيلومترات ويدفعون ملايين من الأموال من أجل أن يذهبون إلى مكان ويدورون حوله ويطوفون ثم يعودون ويرمون بعض الأحجار. أيضا هنالك أناس يذهبون للحجاج إلى بيت المقدس أو إلى أماكن أخرى
اليهود يبكون على حائط المكة، هو حائط. كذلك معظم الديانات يعني هي عملية طواف وعملية تضامن وانتماء للبعض، هي أشبه باللعبة. يعني إنسان يرتقي من ذاته ويحاول أن يمنح معنى للأشياء عن طريق تحويل ممارسة ما إلى ما يشبه اللعبة. وهذه اللعبة طبعا لها قواعدها، راح أتحدث عن هذا. الشيء دائما اللي أقوله المهم هو ليس الحدث، هنا المفارقة الكبيرة اللي قلة من الناس تدرك مدى خطورتها ومدى أهميتها في فهم ما يحصل داخل الجماعة البشرية. إحنا عندما يذهب الإنسان إلى يطوف حول الكعبة مثلا، هي ليست الكعبة ليست هي القضية، بل أنه هو هذا الطواف عملية التجمع مع بعض هو الشيء الساحر. لكنه ماذا يشعر؟ هو يشعر بهذه الكتلة الجماهيرية اللي يعتبر هو متماهي مع الجماعة ومندمج معهم ومتوحد معهم، ونوع من ذائب يذوب مع سحر الجماعة اللي حوله. هذا الذوبان يحتاج مبرر، الذوبان في مكان معين، انه انا اطوف حول الكعبة، او انا ضمن فريق كرة قدم، او هنا جمهور نحن مشجعون لفريق الفلاني، فهؤلاء يشعرون بالانتماء لهذا الفريق. واحيانا حتى الفريق عندما يخسر هم بالنسبة لهم هم فرحانين، عندهم متعة كبرى بانه هم متضامنون فيما بينهم، وايضا ربما يشنون حرب على جماهير الفريق الاخر. وهو شكل من اشكال الحرب بين جماعات المختلفة التي هي دائما كل جماعة منها متعطشة للإحساس بوجودها ضمن جماعة واستعدادها للتماهي مع بعضهم والتضحية بكل شيء من أجل أن يتحالفوا ويقوموا بعمل مشترك. الفريق الكروي الذي يشجعونه يقوم بالمهمة نفسها، وهذا هو أيضا عامل يشجع أكثر على ترسيخ أسس الانتماء داخل الجماعة وتذويب الفروقات الفردية بين فرد وآخر من داخل هاي الجماعة نفسها. اللي يغيب عن الجميع هو كم المعاني اللي يكمن خلف هاي الحركات والصراعات داخل لعبة كرة القدم، اللي هي نموذج من النماذج الحياة العامة بشكل عام. كما قلت بأن المهم ليس الحدث في الكرة في مباراة كرة القدم ولا عبادة الإله في طقس ديني، إنما هو ولادة وظهور جماعة متماسكة ومتعاونة. ايضا نلاحظ في كرة القدم دار الغضب من اي لاعب لا يتعاون بشكل جدي مع زملائه. ليش يغضب؟ لماذا هذا الغضب؟ الجواب لدى الاغلبية عندما تسألهم سهل، يقول لك ها راح تأثر على نتيجة المباراة وعلى الصراع وراح نخسر بسببها. لكن هو السؤال مو هذا، يعني انا من اسأل لماذا الغضب، ليس هذا الهدف من سؤالي ولا ان احصل على هذا الجواب. الجواب الصحيح هو احنا مجموعة نتوحد ونتعاون ونشعر بأننا كتلة واحدة متراصة متعاونة مضحية وغير إثارية. هذه هي الروحية القطعية، وهي التي بالمناسبة جعلت من البشر بشرا. اللعب، هذا اللعب هو اللي جعلنا بشر متوحدين مع بعضنا. يعني حتى كما قلت ننظر لمنجزاتنا احنا كأشخاص، لم يحدث أي منجز أو يتحقق إلا بتعاوننا. يعني أنا عندما كنت طفل دائما كما قلت بالحلقة الأولى أنا أحلم كيف أكون بطل والفريق يحتاج لاعب، يعني يردون 11 لاعب ويدورون ما يلقون بس 10، وبعدين يجون يضطرون إلي ويختاروني، وبعد ذلك أنا راح أجي أطلع لهم 7000 هدف وأصير بطل العالم بكرة القدم. هاي أحلام الطفولة أعتقد كما قلت الكل يحلم بها. لكن هنا يكمن سر اللذة، سر اللذة اللي تغذي رغبتنا بالتعاون والتضحية في سبيل الجماعة. يعني أنا شنو الجدوى؟ أنا عندما أريد أفوز أو أطمح بالفوز والفوز على الخصم، هذا نوع من التضحية بسبيل الجماعة والنوع من الإبراز لذاتي بين المجموعة، وأيضا هو الدعم للمجموعة والمجموعة أيضا تدعمني، لأن بالمحصلة النهاية نحن سنكون كتلة متراصة أقوى مما كانت عليه. يعني مجموعة أجزاء ليس لا يساوي المجموع الكلي، بل أكبر من المجموع الأجزاء كلها. يعني عكس المنطق الفلسفي، أو عكس المنطق الفلسفي قصدي. يعني هذا سبب أن المجد الشخصي للاعب كرة قدم أو لأي شخص في أي محفل اجتماعي ليس مجدا شخصيا في الجوهر، إنما هو مجد يصف في صالح الجماعة دائما، بدليل أحيانا بعض يقوم بعملية انتحارية أو يضحي بنفسه من أجل الجماعة، فبالنتيجة هو راح يخسر حياته لكنه سيربح تضامن الجماعة معه وبقاء الجماعة واستفادة الجماعة من ما فعل. بعد الفاصل راح أتحدث عن فلسفة كرة القدم وأيضا عن موضوع كأس العالم في قطر وما هو سبب هذا التناقضات الكثيرة التي حدثت في اللعبة والإشاعات والحديث عن الاستغلال وما إلى ذلك. فكونوا معنا.
كأس العالم في قطر ظهر الكثير من يعني الضغوط السياسية والدعايات السياسية وحديث الرشاوي والإشاعات الكثيرة من هذا القبيل. البعض بدأ يتحدث عن الوضع المرأة في قطر وانتهاكات حقوق المثليين والمثليات، وهي كلها مسائل مثيرة للجدل، لكن في النهاية لابد من اعتراف أو وصف ما فعلته قطر بشكل إيجابي، وهي أنها نظمت البطولة بشكل جيد مهما كانت الاعتراضات. وهذا بالمناسبة التناقض طبيعي في كل ما يتعلق بكرة القدم أو بكل شيء له علاقة باللعب في المجتمعات البشرية، لأنه التناقض جزء من درامية الحالة، جزء ضروري جدا، وإلا كيف يكون هناك تناقض؟ مثلا فريق ضعيف يفوز على فريق قوي، هذا تناقض، هو جزء من سحر كرة القدم، جزء يعني هذا الدراما الأساسية لكرة القدم هي هكذا، وإلا يعني من الذي يبقى منها؟ لا تفقد كل معانيها وطعمها بأكمله وتفقد سحرها. طبعا كل واحد عنده رأي بالموضوع، لكن علينا أن نعترف في النهاية بأن سحر الكرة لها سحر، وأن وسحرها يكمن في أنها لعبة تراجيدية تعكس دائما تقلبات الحياة ومفاجآتها. يعني هي كلها عبارة عن خلطة حماس على خوف على ترقب على فرح على حزن على بكاء على قلق على أمل وغضب، وإحساس أيضا بالظلم من رب اللعبة الذي لا يناقش، وأعني الحكم. لكن سؤال، لماذا نهتم باللعب ولماذا كرة القدم تحديدا؟ الجواب على سؤال ما يعني لماذا نهتم باللعب، أعتقد كرة القدم تقدم لنا ظاهرة ممتازة لمعرفة معنى اللعب بالنسبة للمجتمع والجماعة البشرية. فيها ميزة كبيرة جدا بأنها هي الكل يفهمها. كرة القدم أنت ممكن تشوف أي جماعة تلتقي مع بعضها، حتى الأطفال اللي عمر 6 سنوات 10 قلت أعتقد بالجزء الأول من الفيديو يبدي يتحدث عن كرة القدم وعنده آراء نقدية ويفهم أسماء اللاعبين والمدربين ويعرف كل التفاصيل ويتحدث بحرية كاملة، والكل يسمع له بجدية، يعني لا يرون الموضوع غريب عليه، بالعكس يعتبرونه شيء طبيعي جدا، وهذا شيء عظيم يعني جميل جدا كرة القدم. يعني أي لعب من هذا النوع جزء كبير. لماذا فسرتها؟ لأنه اللعب هو جزء من فطرة الإنسان أو فطرة أي كائن حي. الكائنات الحية عندما نشوف حتى الحيوانات القطط الكلاب تلهو وتلعب وحتى أتى ألعابها الخاصة، فهذا الشيء ليس ارتباط إنما جزء من مكون الإنسان. بالتالي اللعب أصلا هو راح أوضح بأنه اللعب ليس هو مكون من مكونات الإنسان، بل هو جوهر مكوناته، يعني هو مصدر يسمى هو روح التي تكون الإنسان، هي روحية اللعب. هناك أتذكر حكاية لطيفة لغاليانو، يقول غاليانو يقول هو كان كاتب كتاب عن كرة القدم، تذكرته هسه، يقول هذا الكتاب أكو واحد قاريه، في يوم من الأيام هذا خطفته عصابة، وهاي الأصابة ذبح وقتل، يعني تقريبا انتهى. بعد ذلك على وشك الموت سمعهم يتحدثون عن كرة القدم، ذكر كتاب غاليانو هو ما يفهم كرة القدم، وراح بدأ يتحدث معهم عن كرة القدم، واكتشفوا بأنه حديث ممتاز وحلو ولطيف جدا. بعد ذلك أطلقوا سراحه وأنقذ حياته هذا الكتاب، يعني قصة حقيقية. يعني كرة القدم كيف ممكن أن توحد بين الناس وتخلي شعور بالألفة والتعاون والتفاهم فيما بينهم، فكيف الحال مع الأطفال؟ طبعا يعني هو السحر كرة القدم تختفي الاختلافات الاجتماعية بهاي اللحظة، ومرات أيضا تشتعل الخلافات مو الاجتماعية، الخلافات بين المشجعين والفرق المختلفة وجمهورهم الخاص. طبعا عندما اتحدث عن كرة القدم اقول انا بالتاكيد كما هي كل ما هو حال موضوع درامي وتراجيدي قلنا، ولكنه هو موضوع له شعبيته كبيره، لكن هذا كله ما ياثر عليه القول بانه هنالك رشاوي وهناك فيفا اكو مشاكل وهناك جهات راعيه وهناك فساد ولاعبين مغرورين، اشياء كثيره جدا، لكن كل هذا ما يفقد سحر اللعبه واهميتها و ثراءها الكبير المعنوي والإنساني. بقى علاقة اللعب بالثقافة والحضارة الوطيدة بالأمر، فأنا أرى اللعب بشكل عام هو ليس مظهر أو ركن من أركان الثقافة والحضارة، بل أنه كامن في روح الثقافة والحضارة كما أشرت لهذا البداية. السبب ما هو السبب؟ السبب هو أن اللعب سابق على الثقافة والدين وكل حضارة، وهو أنه جزء من طبيعة الكائنات كما ذكرت،
يعني حتى احيانا احنا عندما الناس اللي تلعب او تمارس له ما تحتاج مدرب عالمي يعلمها شلون تلعب، هي تلعب يجدون لعبه ويلعبون بطريقه اخرى ويمزحون، وهذا المزاح هو اللي اسس اللعبه. لكن المزاح ايضا الى قوانين والى اوضاع، كما قلت الدين يقولون مثلا دائما الدين الفطره، ويقال بان الانسان عدواني بالفطره وسياسي بالفطره او هو حيوان سياسي. الحقيقه لا، بالعكس، الانسان هو لاعب بالفطره وليس مؤمن بالفطرة، لغته بالعكس، هي لغة الإنسان أصلا أيضا هي بدأت كلعبة، وهذا ما يعني ما برهن عليه واحد من أكبر فلاسفة القرن العشرين في جينشتاين، وهو بنى فلسفته بأكملها على فكرة أنه هنالك قواعد. راح أسوي حلقة خاصة عن هذا الموضوع. الآن إذا قلنا هاي الفطرة ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأنه عندما نستمتع باللعب ومشاهدة كرة القدم والاندماج معها، هاي معناتها هي السبب، المتعة هو هاي الفطرة المزروعة في داخلنا. هذه المتعة هي دليل على وجود هاي الفطرة الطبيعية داخل الإنسان والكائنات بشكل عام. يعني لو لم تكن هاي الفطرة موجودة لما شعرنا بهذه المتعة. الدليل الآخر على هاي الفطرة هي أن اللعب مجاني وحر، بل أنه في الحقيقة معطى من أهم معطيات الحرية، يعني هو اللعب نفسه. الحريه طبعا هي لا بنقول هي الحريه نفسها ممكن تكون هي نوع من انواع اللعب. يعني انت اذا ما تشعر باللعب كيف تكون حر؟ مستحيل. الذي لا يلعب هو الذي يشعر بالعبوديه. انت تشعر بانك عبد، كيف تلعب؟ تلعب بماذا؟ انت مجرد من كل شيء، فاقد حريتك. فالحريه بالتالي لا وجود للحريه معناته لا وجود لفرصه للعب وللهو. وبالنهايه اللعب هو يبقى مسألة لا يمكن أن تكون مسألة عادية، ولا يمكن أن يمارس إنسان حياة العادية، لابد أن يرتقي من حياة العادية ويتعالى على هذه الحياة ويحاول أن يلعب، لأنه كيف يمكن أن تلعب بوضعك الطبيعي؟ لا يستطيع. لا سبب. شوف السحر والمتعة والإبداع هو مترابط مع اللعب وروحية اللعب. وراح أقارنها بموضوعات الفن والأدب وحتى الفلسفة والإبداعات التي تحدث بسبب اللعب. هناك ميزة أخرى كبيرة مهمة جدا لأي لعب أو للعب بشكل عام، وهي أن هناك قواعد في اللغة. يعني اللعبة عندنا قلنا اللغة هي عبارة عن لعبة، وهي اللعبة لا يمكن أن تتم بدون وجود نظام، وهذا النظام شفناه في كرة القدم. إذا لا يوجد نظام أو قانون لابد مستحيل أن توجد لدينا لعبة. لا، اللعبة بدون نظام أو بدون قانون ليست لعبة، إنما فوضى. هذا نجد أيضا في اللغة. اللغة عبارة عن لعبة بيننا إحنا كمجموعة من الناس. الآن عندما تستمعون إليه باللغة العربية أو باللهجة اللهجات اللغة العربية تفهمون علي ما أقول. لماذا؟ لأن هنالك قواعد اللعب فيما بيننا. عندما يأتي شخص لا يتقن العربية ولا علاقة له بالعربية، الصيني مثلا، من المستحيل أن يعرف ماذا أقول. لماذا؟ لأنه لا يعرف قواعد اللعبة. هي اللغة فيما بينها هي نوع من إشارات ومرموزات ودوال ومدلولات وكلها صوتية. يعني بالحقيقة عندما نكتشف هاي الأصوات اللي الآن تصدر من عندي لا معنى لها، لكن المعنى يتولد متى؟ عندما أنت تستمع إليه، لأنك تعرف هاي الرموز والمرموزات ومعانيها ومدلولاتها ودلائلها، فبالتالي تصبح اللعبة صحيحة. عندما أنا أقول شيء مثلا، كلمة أقول تفاحة مثلا، أقول دفاع ماذا؟ راح أكسر قواعد اللعبة، بالتالي يقول لك فاول، يعني أوقف. دفاعها ما هي دفاع. مجرد تغيير صوت صارت حول اللعبة، أنا كسرت قواعد اللعبة وأخذ إنذار يعني. ولا استمرت العملية بحيث يصبح من المستحيل أن تستمر اللعبة. مستحيل واحد يفهم من عندي أي شيء، يعطوني كارت أحمر يقول يطلع برا، انت ميؤوس منك ولا يمكن الحديث معك او اللعب معك في هذه اللغه. والحال نفسه مع كل الالعاب الاخرى، لا اقصد كره القدم، الالعاب الحقيقيه، لانها بالحقيقه معظم الاشياء التي نحن عليها مؤسسات ومدارس وبكل التفاصيل، اسواق وبضائع وتجاره وكل شيء تقريبا بداياتك كانت بدايات مجرد للعب. وهذا اللعب تطور مع الوقت وأصبح يحمل أسماء خاصة به. المسرح، الرسم أصبح رسم، بس هي بداياتها بمجرد لعب له، يعني يلعب بالطين مثلا. شخص يعجبه يلعب بالطين، لعب بالطين وسوى منحوتات، بعد ذلك صار فن اللعب. واحد شخص يشخبط على شيء كذا يحب يلعب هيك ويلعب مع آخرين،
صاروا رسامين وهكذا لما جماعة يؤدون عملية يمثلون دورا ما مع الوقت أصبح تمثيل وهكذا جماعة يعجبهم الخطابة مثلا مع الوقت هواية ولعبة يلعبون ويتبارون فيما بينهم من هو أفضل وأعلى صوتا وأكثر إقناعا هذول الصفصطائيين هاي لا يعني اللعبة لها علاقة بالفلسفة فالصفصطائيين بعد ذلك أصبحت لديهم مهنة صفصطائي وهؤلاء صاروا خطباء ومحامين كذلك هذه كلها اللعب حولت اللعب الحقيقي الآن الموجود هو هذا اللعب الذي لم يتحول بعد إلى صيغة محترفة وتحمل أسماءها الخاصة وهكذا أما اللعب القديمة الموروثة فهي تحولت إلى مؤسسات وتوجهات تحمل أسماءها الخاصة ونسينا أنها كانت في الأصل مجرد لعبة لا أكثر ولا أقل ولعبة طبعا كانت لم تكن تهدف إلى شيء كانت مجرد لعبة يعني مجانية وحرة وطبيعية ولا تهدف إلى شيء لكنها مع الوقت تحولت وأصبحت شيء آخر لا بالعكس ما أصبح شيء آخر هي بقت لعبة لكن أصبحت تحمل معاني أخرى وأشكال أخرى بحيث نسينا طابعها اللهوي أو اللعبي إذا صحت التسمية فهذا الشكل اللاعب أو اللاهي هذا بدينا تعدينا عليه بحيث نسينا أصل الموضوع وإلا عندما تروح تمتحن بالجامعة مثلا أو بالمدرسة هو أيضا لعبة بطريقة أن الطريقة لعبة ومسابقة بينك وبين المدرس وبين المعلم بينك وبين الآخرين أنت الأول ذاك الأخير هي كلها لعبة أيضا عندما نجي على لعبة كرة القدم شوف العلاقة هي مجرد نوع من أنواع المسرح وتجد اللاعب يؤدي حدة فن أدائي تمثيلي واضح شوف أحيانا الرياضي اللاعب كرة القدم يسقط ويتلوى وحتى يدعي البكاء وما إلى ذلك هاي كلها فنون مسرحية وهذا طبعا هذه الفنون المسرحية يمارسها اللاعب والحركات والممثلين احنا نقول هيك لكن هي بالحقيقة هو لعب جزء من اللعب المسرحيات اصلا هي بدأت هكذا حياة بأكمل هي عبارة عن مسرحية كبرى الحياة اللي نعيشها وهذه المسرحية كلها عبارة عن لعبة نلعب فيها يلعب فيها جميع منا دورة الذي يكتبه بنفسه وينتجه ويخرجه ويمثله يعني هو بتاع كله هو اللي يؤدي العملية بأكملها ويصدق المسرحية والآخرين أيضا يصدقون المسرحية بعضهم يقول لك لا أنت ممثل سيء أو أنت لا تجيد العمل أو أنت إنسان فاشل أو أنت لا تجيد التصرف لكنه بالحقيقة معنى يقول لك لا تجيد اللعب أيضا هناك علاقة بين اللعب لعبة كرة قدم والقوانين أو اللعب بشكل عام فلا يمكن أن نجد لعبة بدون قانون خاص بها وأيضا قاضي وحاكم وحكم لهذه اللعبة ولا بد من وجود حكم وكلمة حكم كما هو معروف مشتقة من الحكم والحاكم والحكومة كلمة هي واحدة لكن هذه الحكم يجي على اللعبة ولكن في مكان آخر يسمونه الحاكم الحكم والحاكم والحكومة والحكم والحكمة أيضا فهي كلها أشياء لها علاقة باللعب والتركيبة الخاصة بها وبالمقلوب كما قلت يعني هو جزء المؤسسة حولتها لها حكم وخصصة وعملية تبادلية وأيضا شوف عندما علاقة القانون والحكم لها علاقة بالتمثيل أيضا يعني شوف الحكم يلبس لباس خاص يلبس غالبا كانوا يلبسون لباس أسود تماما مثل القاضي والمحامي القاضي أيضا حتى في الفترة الأوروبية كان يضع شعر مستعار شكله الغريب هيك يطلع لماذا؟ ما السبب؟ لأنه هو يريد يتعالى على ذاته ويريد يتصور بأنه كان آخر غير الكائن الذي هو جميعا هذا شكل من أشكال اللعب هذا يذكرنا حتى عندما يشوف القاضي يضع هذا يذكرنا بأقنعة الناس الدول القبائل البدائية التي ترقص يشتدون أقنعة مع المتوحشين ويرقصون حول النار وما إلى ذلك أيضا طبعا لا يخفى أن هناك علاقة باللعب بالحرب هاي مسألة الحروب أكو جماعات دائما نجد شعارات والرايات والأعلام والأسلحة بعض الأسلحة البسيطة ولولا وجود الشرطة لكانت كوارث ملاعب كرة القدم ممكن تصير حروب لولا الشرطة والالتزام والهيمنة والسيطرة الأمنية بعض الأحيان أكو حروب توقفت بسبب اللعب يعني بسبب بيليه مثلا مرة بيليه كانت حرب بين نيجيريا ودولة أخرى فبيليه وقف الحرب لأن الناس يردون يشوفونه فقال لك هل نتحارب ونترك بيليه ما نشوفه بطلوا حربه وراحوا يشوفوا لعبة بيليه بأيام بيليه وبيليه هو اللي يعتبر ثروة قومية وعمره 20 سنة كان في أوروبا في برازيل لماذا؟ لأن اللعبة وحدت المجتمع وخلت الجميع يشعر بالانتماء إلى قضية ما
هي اللعبه لكن يعني هو مثل اي شيء اخر كما قلت الكعبه والمعبد اللي يطوفوا حوله الناس ويزورون المراقد. هي ليست الفكره بالمرقد، الفكره بالتجمع. انت الانسان يفرح عندما يشعر بانه هو تماهى مع الاخرين والاخرين اصبحوا اقوياء. والدين نفسه واي فكرته، فكرته يعزز الانتماء داخل الانسان، لكن الدين مشكلته يسحق الافراد بحيث لا يسمح لهم بان يبدعون ويتميزون. طبعا هناك ايضا علاقه هائله ومهمه جدا بين اللعب والمعرفه. يعني ارى بانه الانسان دائما كان خاصه بالعهود البدائيه القديمه كان الانسان يعتبر انه القوه بالجبروت والعضلات وما الى ذلك، كان دائما هذا بالنسبه للانسان يعتبر هذا مميزات الانسان القديم. لكن المعرفه هي كانت دائما عكس هذا، كانت قوه او قوه سحريه، قوه الهاميه، قوه وحي. الشامان عندما يقوم بقدرات خاصه لا تجد الشامان لديه عضلات، لكنه هو يقوم بفعل ساحر وملهم. هذا العلاقه بين اللعب والمعرفه نقدر نكتشفها من عندما نراقب ميسي. يعني تشوف ميسي مثلا هو من اعظم اللاعبين بالتاريخ وموهوب، لكن مو قوي، ليس بلاعب قوي، هو لاعب عادي حجما. حتى رونالدو دائما يتفاخر ان طوله 185 سنتيمتر، هو طوله 170 174 يمكن ميسي على طوله تقريبا. وحتى ايضا ابن حافتي، لكن هو لاعب ماهر لانه شو عنده معرفه، اكو تماهي بينه وبين نوع من المس الهي او جن كما يسمى، اكو معرفه مقدسه، حكمه باطنيه داخله موجوده، روح عجيبه مدهشه ومرتبطه بالقوه الكونيه والنظام الكوني كله. هذه العلاقه بين اللعب والمعرفه هي علاقه قويه جدا. الانسان القديم دائما هو بسببها بدا يشعر بوجود اللعب خاص بين بعض الافراد والقوى الكونيه الكبيره العظيمه. كما قلت هناك علاقه بين الشعر، العلاقه بين اللعب والشعر. الشعراء هم حياكو او حياكي كلمات، يحوكوا بين الكلمات والجمل والصور الشعريه والعبارات والاستعارات والمجازات، هاي كلها علامات اللعب. يعني هو السريالين يوصل احيانا يضعون كلمات، يقصون الجريده كلمات جريده يضعوها في كيس ويطلعوها يرتبوها يعتبروها قصيده، يعني هاي يسمونها التداعي الحر، شيء من هذا القبيل. الرسم ايضا كما شرحت. طبعا اكبر المبدعين واللاعبين المهرمه هم الاطفال طبعا، وهذه المسائل كثيره طبعا تحدثت عن السوفسطائيين ايضا. ايضا اختم بموضوع السياسه، يعني كثير من الاشياء لها علاقه باللعب، مو هو اللعب له علاقه بها وليس هي لها، هي نتاج اللعب اصلا. وهذا المفهوم المعاكس، اللعب له علاقه بالسياسه. عندما نتحدث عن انه هناك اللعبه السياسيه واللعبه الانتخابيه، هاي عبارات يعني نعتبرها عاديه، لكنه عندما نتامل بها نجد انه هناك قضايا لها علاقه بطبيعه الانسان. وعندما نفهم الامور بهذه الطريقه، كثير من الامور التي كانت تبدو لنا غامضه ستنفتح ونبدا نفهمها، بحيث نغير كليا طرقنا، طرق الاستجابه مع الواقع. كلنا احنا نتذكر ايام الحرب بين جماعه ترامب وجماعه جون بايدن، والحرب فعلا حرب بين جماعتين وتيارين ومنافسه شديده جدا، لكن هي لعبه 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 الكل يريد ينتصر بها. طبعا هنالك قضيه اساسيه، اللعبه الدينيه هي ام اللعب هاي كلها، يعني هذا اللعبه الكبرى. فهذا اترك لكم وعليكم انتم ان تجدون لي حلا لها او علاقه للدين باللعب. وايضا اختم باقول بان هناك ايضا البعض يقول انه يعطي شعور بالتفوق الوهمي لعبه كره القدم، وانا اقول اي قد تعطي تفوق وهمي، شو تسوي؟ صحيح هي الشعوب المتخلفه هي تعطي تفوق وهمي، لكن هذا بعد شو تسوي؟ يعني هذا اللي صار، يعني هو تعويض للناس هاي المساكين، لكن هو مو سببهم، هو شو يريده؟ يعني يريد يحقق ذاته ويشعر باللعب لانه جزء من الطبيعه البشريه اللعب. وهو يشعر بانه هذا العمل يقدم له انجاز عظيم. ولعبه لاحظ انه معظم اللاعبين هم المهمين والمبدعين يخرجون من الاحياء الفقيره. وهذا التعويض، فاذا هو اصلا هو فقير واحياء فقيره ولا توجد لديه فرصه كبيره لان يدخل جامعات ويوصل الى مراكز متقدمه ويختلط بالثقافات يعني بالطبقه الراقيه، فكيف له ان يقدم انجازا كبيرا؟ لن يجد امامه الا فرص، اما ان يصير تاجر مخدرات او رجل عصابه او يصير رجل في او لاعب رياضي موهوب، وهذا خاصه في المناطق امريكا اللاتينيه
هاي حالة مشهورة. وكرة القدم هي أصلا بها أدوانية وخشونة وكما قلت بها درامية وخداع وقطيعية، وهي كلها قضايا مثيرة ما موجودة في بقية الألعاب. هي الفرق بين لعبة كرة القدم والألعاب الأخرى. الألعاب الأخرى ما توفر لك هذا الكم من التداخلات اللي كلها تعبر عن ذات الإنسانية والذات القطيع البشري. شكرا جزيلا وأسف على الإطالة، وأتمنى أسمع آراءكم وأيضا ملاحظاتكم على هذا الموضوع اللي يعتبر شيق وينفت على أبواب كثيرة جدا. أتمنى تضيفون أشياء أنا فاتتني أو ملاحظات أو تعترضون على بعض الأشياء، يا ريت أسمعها منك. نسيت أكو شيء تقوله، الشخص اللي رجل الدين يتحدث عنه هو مقتدى الصدر اللي قال هذا الشيء في فترة من الفترات، وكان يعتبر أنه على أساس هو اكتشف جاب الذيب من ديله. على كل حال شكرا جزيلا وأشوفكم بخير وإلى لقاء قريب معكم.